هو بناء العائلة يحتاج إلى نموذج متكامل فكري، ثقافي، ديني، شرعي، نفسي. طبعا لازم الزوج والزوجة يكون لديهم نموذج جاهز قبل الزواج، لازم يكون لديهم النضج ولديهم المعرفة ولديهم القدرة ولديهم القدوة. ما يدخلوا هذه المؤسسة إلا وهم جاهزين لهذا المفهوم. إذا كانوا يريدوا أن يشكلوا أسرة ويريدوا أن ينجبوا أبناء، لكن صعب أن أدخل أطفال هم ما يعرفوا إيش يعني نموذج أسرة. وحتى إذا أردت أن أدخل أطفال عفوا، لازم يكون على الأقل أبوهم وأمهم أو أبو الزوج وأبو الزوجة يكونوا موجودين عشان على الأقل ينتبهوا لهم. لكن المفروض أن الزوج والزوجة يكون لديهم هذا المفهوم الكامل من الصورة الكاملة الذهنية لحكاية أنه كيف ينشئوا نشأ وكيف يكونوا قدوة من الجانب الديني ومن الجانب النفسي، بحيث يستطيعوا أنهم يشكلوا أسرة متزنة. فحكاية أنه أنا كيف أكون قدوة، كيف أربي أطفالي، كيف أستطيع أني أغرس القيم المناسبة فيهم. لأنه في الأخير أنا في العيادة شفت حالات كثيرة من الآباء والأمهات، حقيقة كنت أقول لهم إذا أردتم أن تكملوا حياتكم الزوجية لا أستطيع أن أقول لكم لا، لكن أرجوكم رجاء لا تنجبوا أطفال، لأنكم أنتم ستنجبوا كوارث للمجتمع. أنتم غير مؤهلين للتربية، أنتم غير مؤهلين للتربية، لا تنجبوا. ترجبوا تبغوا تكملوا حياتكم الزوجية اكملوها، لكن أنتم غير مؤهلين للتربية. فأحيانا تجد أزواج وزوجات ليسوا قدوات ولا يستطيعوا أن يكونوا آباء وأمهات في المستقبل.